السلام عليكم. ده برنامج متابعة القروض الحسنة للجمعيات الخيرية. بمجرد ما نفتح البرنامج إن شاء الله عندنا 4 أقسام. القسم الأول العملاء اللي هم الأشخاص المقترضين، والكفلاء اللي هم الأشخاص الضامنين لهؤلاء المقترضين، في عندي المشاريع اللي هو الشخص المقترض عشان بيقترض من أجل مشروع، فإيه هو المشروع وإيه تفاصيله، وعندي سند قبض المقترض لما بيدفع بنحصل منه فده يعتبر سند قبض. فدي دورة البرنامج. أول شيء بنسجل مين؟ بنسجل العملاء. الرقم المدني مثلا، تمام، ويكون 10 أرقام، تمام، محدد إنه يكون 10 أرقام. اسم العميل عبد العاطي حمدان مثلا، النوع ذكر أو أنثى، دي طبعا هنعملها قائمة. تاريخ الميلاد مثلا 1/1/2000، تاريخ الميلاد الهجري مثلا 10/11/1439، أي شيء يعني. العمر مثلا 20 سنة. القبيلة وليكن مثلا قبيلة سين. جوال 1 جوال 2 جوال 3 وهكذا. العنوان مثلا أبها. مكان السكن هي بيانات يعني، بحيث نحن ايه، تمام. ضفنا عميل، نضيف كمان عميل تاني وليكن مثلا العميل ده اسمه محمد علي حسين، النوع ذكر، هناخد نفس البيانات. تمام. طبعا هنا بحث باسم العميل، لو كتبت عبد العاطي بيظهر لك ايه، عبد العاطي، تروح عليه يروح معك على طول. عود كده سجلنا العملاء. نسجل الكفلاء. الرقم المدني برضو 10 أرقام، وليكن مثلا اسمه خالد محمود، النوع ذكر، جوال، العمل مثلا محاسب ايا يكن يعني، عنوان العمل أبها، نوع الكفالة مثلا كفالة غارمين، العنوان يعني بنحط أي بيانات دلوقتي بس عشان نجرب البرنامج مش أكتر، أنا يهمني الأرقام. هنا طبعا بنختار العميل اللي هو هيكفله، هيكفل مثلا عبد العاطي، صلة القرابة مثلا أخ مثلا، أو صديق أو صديق أو ابن عم مثلا أيا يكن، وهكذا. هنا لو كتبت أنت خالد بيظهر لك إيه، البيان. طيب جميل، ده بالنسبة للكفل. بعد كده تعال نروح للمشاريع. عندنا رقم العملية رقمها 1، تمام. رقم المشروع وليكن 1/3/5. نوع المشروع مثلا مثلا ايه، ورشة سيارات مثلا وليكن. عنوان المشروع مثلا في أبها. مين اللي هياخد القرض؟ هياخد عبد العاطي. كم هياخد القرض؟ هياخد 20,000. تاريخ طلب القرض مثلا 1/12/2018. تاريخ بريد أول قسط هيدفعه إمتى؟ هيدفع بتاريخ 1/1/2019. دفعة مقدمة، طبعا دفعة مقدمة دي يعني غير منطقية فاحنا نخليها صفر. طبعا قيمة القسط الواحد بتظهر تلقائيا يعني، مش هنكتب فيها حاجة، حتى هو غير مسموح لك إنك تكتب فيها. عدد دفعات القسط، 20,000 دول هسددهم على كم قسط؟ 10 أقساط مثلا. بيقول لك هنا ايه، قيمة القسط الواحد 2000، 20 قسط قيمة القسط الواحد 1000، تمام. طيب الفترة بين الأقساط بالأشهر، هو هيسدد القسط كل شهر، كل شهرين، كل 6 شهور؟ ما هو ممكن واحد مثلا يقول لك ايه، يقول لك أنا عايز الأقساط بتاعتي على 4 أقساط. إذا قمت القسط الواحد 5,000، لكن هيسددهم كل كام؟ هيسددهم مثلا كل 3 شهور، يعني على سنة، على سنة هيسدد إيه 4 أقساط كده إيه، 20,000 بتاعته. كده أنا خلصت كل المطلوب. فبعد كده بروح أعمل إيه، أضغط على كلمة تقسيط، فبلاحظ بيظهر لي هنا إيه، الأقساط تلقائية من 1 2 3 4، وقيمة القسط 5,000. وهنا في تاريخ السداد وفي ملاحظة في حالة السداد، وهنا إجمالي المسدد وإجمالي الأقساط والباقي من الأقساط.
لغاية الآن أنا مش هلعب في أي شيء. كده أنا عملت إيه؟ كده أنا عملت الأقساط اللي أنا عايزها بالظبط. في حتة تانية عايزين ننوه عنها، لو قلنا مثلا الأقساط 9، خد بالك إنه التاريخ 1/1/1/4/1/7، يعني كل 3 شهور، الفترة بين الأقساط شهر مثلا، تمام؟ هنا قيمة القسط 2222. لو قلنا تقسيط يظل لك، أنا أقول لك إيه، بالإضافة لقسط أخير قيمته 2، يبقى كل قسط 2222، لكن في قسط رقم 10 قيمته 2 ريال. قيمته كام؟ 2 ريال. يبقى إيه ده المكمل؟ ده إيه ده المكمل؟ دلوقتي احنا هنرجعهم 4 3 شهور تاني تقسيط. طيب كده ايه، دول الاقساط بتوعي بدون اي مشكله. فبضغط ايه، بضغط اضافه، كده خلص القسط بتاعي، بضغط عوض. جميل. المفروض انه الشخص ده هيدفع، فانا بروح على سنه قبض. مين اللي هيدفع؟ هيدفع عبد العاطي، ده اسمه، او ممكن اكتب كده عبد العاطي بيظهر لي ايه تلقائي. المشروع اللي هو طبعا اول ما بختار عبد العاطي، ممكن عبد العاطي ده يكون اقترض مني 10 مرات، كل سنه بياخد قرض وبيسدده، يعني بياخد القرض اول السنه ويسدده اخر السنه، راجل منتظم معاه في القروض زي الفل. فعندي اكتر من مشروع، فايه هنا بيظهر لي مشاريع عبد العاطي فقط لا غير. فانا بختار ورشه سياره رقم المشروع، فبيظهر لي اقساطه تلقائيا، الاقساط بتاعت المشروع ده. طيب انت عبد الله هتسدد قسط رقم كام؟ طبعا انا هنا عندي حالة السداد اهو في الاقساط، اللي والله انا هسدد قسط رقم 1 اللي هو قيمته 5000. هتدفع كام؟ مين اللي هدفع 5000؟ تاريخ السداد بتاريخ 1/4/2019، تمام؟ دفع ايه؟ دفع نقدا. ممكن طبعا اضيف اي شيء، تحويل بنكي او نقدا، او ممكن اضيف اي عملية طريقة سداد. ملاحظة هنا ممكن تكتب أي ملاحظة أنت عايزها تتذكرك بشيء معين. يبقى كده هو خلص إيه؟ خلص القسط الأول. أروح أضغط إيه؟ تاريخ السداد، أقول له هنا إيه؟ النهاردة كام؟ مثلا وليكن هو 1/4 تاريخ القسط، هو مثلا سدد 25/3/19، تمام؟ عايز تكتب أي ملاحظة هنا مثلا إيه؟ براحتك اكتب. حالة السداد تم. أول ما ضغطت على حالة السداد هنا، على الإجمالي المسدد 5000، القسط كله 20000، الباقي كان 15000. لغاية الآن ما فيش أي مشكلة والدنيا زي الفل. طبعا هنا في طباعة، بس أنا نسيت أحط الزر بتاع الطباعة. في طباعة طبعا هنا لسند القبض، هنطبعها إن شاء الله. إضافة. طيب القسط الثاني، عبد العاطي برضو جالي، المشروع بتاعه ظهر لي بياناته، رقم القسط هنا اختفى رقم 1، ليه؟ لأنه تم سداده. رقم 1 إيه؟ تم سداده. بضغط رقم 2، قيمة الدفعة. والله يا عبد العاطي الشهر ده قال لي بص انت تاخد 3000 ويبقى لك كام؟ يبقى لك 2000. انا بوري لك الحالات اللي هي ايه اللي هتستخدم في البرنامج. تاريخ السداد المفروض ان هو يكون 1/7، سدد هو مثلا 25/6/19، قال لك مثلا على اول 1/7 تاخد ال 2000 التانيين. طريقة السداد نقد، تمام؟ هل اروح اعلم صح هنا؟ لا ما علمش. ليه؟ لانه هو لسه اصلا ما سددش القسط كامل، انا بعمل حفظ وبقول له اضافه. فتلاحظ انه لسه القسط سدد 5000 بس، ما حسبش الثلاثه دول، لان دول هنا بيحسب على القسط بالكامل، تمام؟ فضغط اضافه. جاني عبد العاطي بعد كده في اول الشهر اللي هو في شهر 7، شوف قسط رقم 2 ما زال موجود. انا بضغط على رقم 2 كده، ايه عبد العاطي هيدفع لي ايه الجزء الثاني من القسط اللي هو 2000. تاريخ السداد 1/7/19. تاريخ السداد التحويل البنكي مثلا على بنك الراجع. خلاص كده ايه، بعمل هنا 1/7/19 واقول له ايه تم السداد، فقال لي كده 10000 المسدد. انا بعمل حفظ واقول له ايه اضافه. كده انا ايه ضفت البنود بتاعتي، مفيش اي مشاكل. طبعا هنا خلاص رقم 2 كده مش هيظهر معايا كقسط. ده بالنسبة ايه؟ بالنسبة لسند القبض. لو رحت على المشاريع برضو وعملت السابق هتلاقيهم ايه؟ مسجلين، مفيش أي مشاكل دي. طيب أنا والله الشخص ده بيسألني، لو سمحت أنا سددت اطبع لي، لو سمحت عايز أطبع كشف بالسداد بتاعي أو بالأقساط بتاعتي. أنا بروح على التقارير بقول له جدول أقساط العميل. أنهي عميل؟
اللي والله عبد العزيز. طب يا عبد العزيز انت ممكن تكون مقترض اكتر من مشروع، فعايز اي مشروع؟ فبقول له عايز ورشه السياره، فبقول له معينه، ادي ايه المقترض عبد العزيز، اسم العميل، رقم المشروع، وهنا ايه الاقساط بتاعته، وادي قيمه القرض، وتاريخ الاستحقاق، وسدد منهم اثنين لغايه الان مفيش اي مشكله. طبع له ده عادي جدا عن طريق زر الطباعه. طيب انا عايز كشف حساب مدفوعات العميل. عبد العزيز انت بتدفع لي ايه قروض، يعني بتدفع لي مدفوعات للقرض، انت ممكن برضو حدد لك فتره، انا عايز من فتره كذا لفتره كذا اللي انت دفعتهم فيها. انا بقول له من 1/1/19 ل 30/12/19، بقول له معاينه، بيظهر لي هنا عبد العاطي رقم المشروع كذا، قيمه القرض اللي هو واخده 20,000، سدد منه 10,000 وتبقى عليه 10,000، وادي الاقساط اللي سددها، وادي طريقه السداد، وادي ايه اسم البنك لو كان فيه اسم بنك. شوف هنا لاحظ ان رقم القسط 2 اتسدد على كام؟ على دفعتين. فمن هنا تقدر تعرف ايه؟ تعرف العميل واقف فين او سدد ايه او عمل ايه. طيب حلو. بعد كده عندي حاجه اسمها ايه؟ كشف بالعملاء. ده بيجيب لك العملاء بتوعك كلهم ببياناتهم. كشف بالكفلاء بيجيب لك الكفلاء كلهم ببياناتهم. احصائيات القروض. انا بضغط معاينه. طبعا هنا ايه مفيش قروض من 1/1/2019. ليه؟ لان اصلا القرض ما اتاخدش في 1/1/2019، اتاخد في 2018. فانا بكتب هنا 1/1/2018 اعمل معاينه اللي هنا اجمالي عدد القروض واحد، هو صح قرض واحد، كم اجماليهم؟ 20,000. كم اتحصل؟ 10,000. كم متبقي؟ 10,000. في قروض منتهيه؟ لا مفيش قروض منتهيه. طيب كده زي الفل. تعالى ننهي القرض، هنروح على طبعا عشان نعمل اغلاق للمشروع لازم ايه نسدد كل الاقساط اللي علينا، يعني فاهمني. طبعا احنا خدنا القيمه الثانيه دلوقتي، وانا مثلا عايز ادفع اعلى، يعني ايه؟ يعني عبد العاطي جانا اهو المشروع ده تمام، القسط رقم 3، مش هيدفع 5,000، هيدفع 7,000. ايه اللي هيحصل؟ هتظل الرساله دي، هيقول لي اذا اردت سداد دفعه اكبر من قيمه القسط يجب عليك سدادها على دفعتين بحيث تقوم بسداد هذا القسط كامل ثم إنشاء سند جديد بالباقي. يعني إيه الكلام ده؟ بيروح يلقي القيد. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده يعني أنا أختار العميل، وأدي المشروع، وأدي رقم القسط 3. أنا عايز أدفع 7,000، يبقى أدفع 5,000 الأول، وأدخل تاريخ السداد وليكن مثلا 1/9/19، وقت السداد نقد. هسه وقت ايه سددت القسط رقم 3، هنا 1/9/19 او عفوا هيكون بتاريخ كام؟ ماشي 1/9/19 تم السداد. حلو كده، حفظ واضافه. اختار العميل نفسه واختار المشروع، هو هيدفع جزء من الرابع، كان هيدفع 7,000، يبقى 5 بتوع الثالث وجزء من الرابع اللي هو 2000 بهذا الشكل تمام، برضو بتاريخ 1/9، تحويل بنكي مثلا على بنك البلاد. اعمل سداد؟ لا طبعا ما اعملش سداد، اعمل حفظ كده وخلاص. عايز اشوف سند القبض، اضغط معينه، بيظهر لي هنا ايه سند القبض، اسم العميل، تاريخ السداد، رقم السند، رقم المشروع، رقم القسط المسدد، قيمه السند السداد، طريقه الدفع، اسم البنك، قيمه القرض الكلي، الاقساط المتبقي عليه، عفوا هنا الأقساط المدفوعة وليست المتبقية، الأقساط المدفوعة، وهنا نسبة السداد 85%. تمام. طيب ممكن تعملها طباعة مفيش مشكلة. طيب تعالى ايه نغيرها، نخليها 5,000 اللي هو القسط الرابع، وهنا نقول ايه 1/12 وهنعمل سداد كده. خلاص القسط ايه انتهى، القسط ايه انتهى. احنا لو اخترنا عبد العاطي واخترنا المشروع مش هنجد اقساط نقوم بسدادها، يبقى كده ايه القسط بتاعي انتهى. طبعا ما ينفعش اسيب البيانات فاضيه كده، لازم اعمل ايه حذف، او ممكن اعمل السابق. طيب هنا يكون في مشكله،
طبعا لما انا اضغط حذف هنا مش هيرضى يحذف معايا، ليه؟ لانه لازم ادخل رقم القسط او لازم ادخل باقي البيانات. فانا اعمل ايه؟ ممكن اسيبها فاضيه واعمل عوده، لو دخلت لها مره تانيه في سند القبض مش موجوده خالص، مفيش غير اخر حاجه رقم 5. طيب كده السداد انتهى، هل كده خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لي؟ لا، بعد ما القرض او المشروع يتم سداده بالكامل بروح على المشاريع، تمام. وهنا عندي بحث، ممكن ابحث بالاسم عبد العاطي واضغط عليه بيظهر معايا. هنا بيقول لي الباقي من الاقساط صفر، يبقى كده ايه المشروع ده بالنسبه لي منتهي. فاروح اضغط على اغلاق المشروع، اضغط على ايه اغلاق المشروع، واعمل اضافه او عوده. طيب حلو خالص، اروح على التقارير، مثلا عايز احصائيات القروض من 1/1/18 الى 30/12/19، بضغط معينه. هنا مفيش قروض قائمه، هنا في قروض منتهية، إجمالي القروض 20,000 ومحصل 20,000، كده أنا عايز أوصل للحتة دي. طيب جميل جدا، هنا كشف حسابات مدفوعات عميل، أدي أهو عبد العاطي وأدي مشروعه، معينة، أدي إيه كل البيانات، قيمة القسط اللي هو الأقساط اللي هو دفعها، هنا قيمة القرض، وإجمالي المتبقي كام؟ صفر، كده زي الفل. طيب وهنا عندي جدول أقساط العميل، كل حالة السداد إيه؟ تم السداد. طيب جميل جدا، في عندي ايه تاني كده؟ اعتقد احنا غطينا كل الحاجات. طبعا هنا في تقرير لو عايز تعدل هنا اسماء حاجه، يعني مثلا المادة اللي عايز اسمها كشف الاعلانات غير الاسم براحتك مفيش مشكله. كده اعتقد ان الموضوع تم تغطيته بشكل كامل ان شاء الله، واتمنى ان البرنامج ينال اعجابكم. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.